السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله عندنا النهاردة أهم النماذج المتوقعة لمادة اللغة العربية ترم أول 2023. يا ريت لو أول مرة تشوف قناتي تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. يلا بينا يا سنة رابعة نشوف الفيديو بتاعنا، وإن شاء الله هسيب لك رابط النماذج في صندوق الوصف أسفل الفيديو، حملها وذاكر منها وإن شاء الله نخرج عنها الامتحان. يلا بينا يا سنة رابعة نشوف النماذج بتاعتنا. هنستمع مع بعضنا على فقرة الاستماع. طبعا احنا عارفين النظام الجديد في مادة اللغة العربية نص الاستماع مش هيجي معانا كده في ورقة الامتحان، هو المدرس اللي هيبقى مراقب عليك هيلقى عليك القطعة وانت هتحل الاسئلة الواردة عليها. هجررك القطعة الاولى على نص الاستماع. على الاختبار الاول: خلق الله تعالى الكائنات الحية متنوعة وجعل لكل كائن ما يميزه، فمنها من يمشي مستقيما على قدميه كالانسان، ومنها من يطير في السماء كالعصافير والحمام، ومنها من يمتلك صفات الطائر لكنه لا يطير كالبطريق والنعام، فسبحان الله الخالق. يلا بينا نشوف الأسئلة اللي جاية معانا على ايه سؤال الاستماع. عندنا السؤال الأول من نص الاستماع المحرر المحتوى: استمع إلى الفقرة ثم أجب. رقم ألف: أكمل ما يأتي. خلق الله الكائنات الحية، طبعا موجودة معنا في القطعة متنوعة. رقم باء: ضع علامة صح أو علامة غلط أمام العبارة الآتية: لكل كائن حي ما يميزه، العبارة صحيحة. قال لي رقم جيم: أذكر نوعين من أنواع الطيور التي لا تطير، طبعا عطهالي في القطعة اللي هو النوع البطريق والنعام. نشوف السؤال اللي بعديه التعبير الكتابي: ساعة اليد أحد الاختراعات الحديثة والمهمة في حياتنا، اكتب نصا وصفيا عنها مستخدما الوصف السداسي يتراوح عدد الكلمات ما بين 50 ل 100 كلمة. نشوف معايا ساعة اليد، طبعا شكلها نكتب ايه في الشكل بتاعها؟ طبعا مقاسها مقياسها صغير ويوجد منها الشكل المربع والدائري. نشوف استخداماتها، بنستخدم الساعة في ايه؟ طبعا في تحديد الوقت. طب ايه هي مميزات الساعة؟ طبعا بنستخدمها في معرفة الوقت، معرفة النبض، وبنقيس بها ضربات القلب. نشوف عيوب الساعة، طبعا ارتداء الساعة كثيرا كان يسبب لنا حساسية الجلد. رقم خمسة قال لي ما رأي الكاتب فيها؟ طبعا هي هي من اهم الادوات في عصرنا. رقم ستة: ما الذي يشبهها او يختلف عنها؟ طبعا الذي يشبهها اللي هو بتشبه ساعة الحائط وبتختلف عنها في انها بتلبس في اليد. شكلها طبعا خدناها ان هي مقاسها صغير ويوجد منها الشكل المربع والدائري. ننتقل الى السؤال اللي بعده، السؤال الثالث: النص الأدبي المحرر من المحتوى اقرأ ثم أجب. سألت المذيعة الطبيب المشهور محمد صالح العائد من الخارج عن سر تواضعه الشهيد وحرصه على علاج الفقراء دون مقابل، فقال: قد هناك رجل فقير اسمه صالح يبكي في أحد المساجد، فقد تفوق ابنه وكان يرغب في دخول كلية الطب، إلا أن فقره كان يمنعه، ولذا دعا الله أن يرزقه بنفقات تعليم ابنه. وبعد أسبوع علم رئيس الحي بحال الرجل الفقير وابنه، فقرر أن يتكفل بنفقات تعليم الابن. شكر الرجل وابنه رئيس الحي، وقرر ابنه محمد أن يجتهد في دراسة الطب وأن يكون نصيرا للفقراء. نشوف الأسئلة اللي معانا. رقم ألف قال: هات من الفقرة السابقة معنى يلتزم. يلتزم من معنى يتكفل. رقم اتنين مضاد تكبره، طبعا تواضعه. رقم باء: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم واحد: يتميز الطبيب محمد بالتواضع الشديد، طبعا كل الإجابات معايا موجودة معايا في قطعة، طبعا هنا بالعبارة صحيحة. رقم اتنين: كان والد الطبيب محمد غنيا ولم يحتاج إلى أحد، طبعا عندي هنا العبارة خاطئة، ده كان كان والد الطبيب كان فقيرا. رقم ج: ما القرار الذي اتخذه محمد؟ طبعا قرر ان هو يجتهد في دراسة الطب وان يكون نصيرا للفقراء. نشوف السؤال الرابع، النص المعلوماتي المحرر من المحتوى اقرأ ثم اجب. القروان طائر يتميز بصوته العذب الذي يطرب السامعين. يستخدم القروان منقاره الطويل في التقاط الطعام من بين الطي
الطين والرمال، ويعد الكروان من الطيور المفضلة للعيش في المنازل، لأنه طائر ذكي واجتماعي ومرح، ولديه فضول شديد تجاه ما يحيط به، كما إنه لا يفضل العيش وحيدا، ويحتاج طائر الكروان عادة من 10 إلى 12 ساعة للنوم ليلا. نشوف الأسئلة اللي جاية معايا على النص المعلوماتي. رقم ألف هات واحد، معنى يتميز. يتميز بمعنى ينفرد. يتميز بمعنى ايه؟ ينفرد. مفرد السامعين طبعا السامع. رقم باء علامة صح او علامة غلط امام العبارة التالية. يتميز الكروان بصوته العذب. العبارة صحيحة. رقم جيم قال كم ساعة يحتاجها الكروان للنوم؟ طبعا بيحتاج طائر الكروان عادة من ايه؟ من بين 10 ل 12 ساعة للنوم ايه؟ ليلا. كل الاجابات موجودة معايا في القطعة. لازم طبعا نقرا القطعة كويس مرة واتنين عشان نعرف نحل الاسئلة عليها. نشوف النص السؤال الخامس اللي هو النص الشعري المحرر من المحتوى. اقرا ثم اجب. مصر الرخاء والنعيم والرغد، مصر الصديق والرفيق والولد، مصر النصير والظهير والسند، مصر الهوى مصر الصبا مصر الهرم. رقم ألف هات من البيتين السابقين مفرد الرفقاء. الرفقاء هنا بمعنى ايه؟ الرفيق. مصر ايه؟ الرفيق. نشوف السؤال اللي بعده. رقم باء اذكر بعض الصفات التي وصف بها الشاعر مصر في الأبيات. طبعا وصفها بالصديق والرفيق والولد. أول بيت معايا مصر الصديق والرفيق ايه؟ والولد. رقم جيم أكمل. مصر الصديق دي تعبير مجازي، تخيل فيه الشاعر مصر بأنه ايه؟ مصر الصديق، بصور مصر ان هي ايه؟ صديق. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال السادس القواعد النحوية. اقرأ ثم أجب. ذهب الجد صباحا إلى حفيده أكرم، حفيده أكرم في النادي، فوجده يجلس مع أصحابه، ورأى الجد أن هناك فريقا يتدرب على مسابقة لكرة القدم، فقضى وقتا ممتعا في مشاهدة التدريب، ثم عاد إلى المنزل مع حفيده. رقم ألف أكمل. قال لي كلمة ذهب، ذهب فعل ايه؟ طبعا هو ذهب يبقى فعل ايه؟ فعل ماضي، ذهب وانتهى. رقم اتنين كلمة الجد تعرب ايه؟ نشوف الكلمة موجودة معانا في القطعة. ذهب الجد، هو مين اللي ذهب؟ الجد. يبقى الجد هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة طبعا اللي هو ايه؟ مفرد، عشان خاطر مفرد كده يبقى رفع ايه؟ بالضمة. نشوف السؤال. رقم باء علامة صح امام الجملة الصحيحة نحويا، وعلامة غلط امام الجملة غير الصحيحة نحويا. رقم واحد انتن اطباء رحماء، طبعا هنا عندي الاجابة خاطئة. رقم اتنين الفعل يتضرب في الفقرة نوعه مضارع، طبعا عندي الإجابة هنا ايه؟ صحيحة، اللي هي ايه؟ أن هناك فريقا يتدرب على مسابقة لكرة القدم. كلمة يتدرب هنا فعل مضارع. نشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم جيم قال صوب الخطأ النحوي في الجملة الآتية. دافعت الجندي عن الوطن. هنا طبعا عندي الوطن، عندي الجندي هنا طبعا ايه؟ مذكر. هبقى نحذف تاء التأنيث اللي هي في ايه؟ في الفعل دافعت. يبقى نقول هنا دافع الجندي عن ايه؟ عن الوطن. نشوف السؤال السابع اللي هو الخط. اكتب بخط النسخ محاكيا الجملة الآتية او التالية. هل تعلم ان البطريق من الطيور التي لا تطير؟ نشوف السؤال الثامن اللي هو القواعد الإملائية. أكمل بعلامة الترقيم المناسبة. رقم واحد قال الجد نقط انتهوا من طعامكم أولا. عايزين نحط هنا علامة ترقيم. هو أول أي جملة تشوفوها فيها كلمة قال أو قالت على طول نحط إيه؟ النقطتان الرئيسيتان، عشان هو لسه هيفسر لي الكلام اللي هو إيه؟ هيقوله. رقم اتنين هل ذاكرت دروسك؟ دي على طول إيه؟ علامة استفهام، لأن عندي الجملة هنا إيه؟ استفهامية، بدأت بإيه؟ بأداة استفهام اللي هي إيه؟ هل. رقم ثلاثة ما أشجع الجندي؟ دي طبعا إيه؟ هنحط علامة التعجب، لأن دي إيه؟ جملة تعجبية، جملة إيه؟ تعجبية.